الليلة في جنزبيل خفيف معانا صراع من نوع آخر متحكم فينا وفي حياتنا كلها ومقاسمنا عيشتنا يطلعنا وينزلنا على كيفه كده. تعالوا نشوف الصراع ده شنو. بس قبل ما نمشي ما تنسونا من الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير واللايك والحاجات دي عشان نمشي قدام. أرحكم. هذا البرنامج برعاية وكالة جوارح للسفر والسياحة. وكالة الجوارح للسفر والسياحة خدماتنا فيزا سياحية الإمارات وكل دول العالم، عندنا عمرة وكمان عندنا فيزا شنغن، وطبعا تذاكر طيران، حجز بواخر، حجز فنادق، وعندنا كمان دراسة جورجيا والهند. نسعد جدا بخدماتكم يا جماعة. موقعنا دبي أبو هيل، شارع الاتحاد، بناية الكاظم، بجوار مترو القيادة. أرقامنا على الشاشة. وكالة الجوارح للسفر والسياحة، ثقة، أمان وإمتاع. والله يا أخوانا الشيء المحجرني وقاطع خميرتي من الملاح إنه نحن ناس عشورين وطيبين وعلى نياتنا ومنقيم علاقات مع الناس في كل الجنسيات، يعني بنخش في الناس سريع كده. النصيب جنيهنا ده ماله ما بيشبهنا، ماله ما عنده علاقة بأي عملة تانية في الحياة دي، مايل خلاص. أسي تعال شوف الدرهم الإماراتي بكم، خلي الدرهم، الدينار الكويتي بكم، خلي الدينار، الريال العماني بكم، يا أخي خلي الريال العماني، الجنيه المصري ده بكم، الشيلين، الشيلين اليوغندي ده بكم. والله يا أخواننا نحن جنيهنا ده بالغ عديل وشارد عيننا. أسا أنا شايف في مناسبات العملات دي كلها ما قاعدين يعزموا جنيهنا ده، لأنه لو قالوا لي تعال حيجي 2001 زحمة ساي ويكلف الناس مشاريب وأكل وكراسي ويييييك. لكن لما تقول أنا عازم الدولار حيجيك الدولار براه ويتقدل، ولو قلت الدينار بيجيك الدينار براه ويتقدل، والدرهم بيجيك براه، والريال بيجيك براه. لكن جنيهنا ده قام بجماعته وقعد بجماعته، براه ما عنده قيمة أصله، الله المستعان. بس المهم، من أقدم وأعرق وأكبر أنواع الصراع في الساحة السودانية هو الصراع بين الجنيه والدولار. بدأ الصراع من زمن الجنيه أبو جمل واستمر مارا بعهد الجنيه أبو صقر، وتواصل إلى زمن الجنيه أبو عمة، ثم الجنيه عديم القيمة في يومنا هذا. أيام المدرب الأجنبي جنيهنا ده كان غالب الدولار 3، وعندنا هجمة جوا خط 18 بتاع الدولار. بس قامت الجماهير على المدرب الأجنبي وهتفت وقالت يا غريب يلا لي بلدك، يا غريب يلا لي بلدك، يا غريب يلا لي بلدك، ومشى الخواجة. استلم الأمر الفني لجنيهنا كادر تدريبي سوداني، وتعال شوف الصوات عاد. المدرب السوداني تدريبه كله شيل شيل، أقلع أقلع، دقوا دقوا، أطلع أطلع، لا يا غريب. وبدأ الدولار في العودة للمباراة من جديد، وانغسلنا غسيل جد، هوبا جاب الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر في فترة وجيزة جدا. جونه الأول جابوا يوم 1/1/1956 وانبرشنا، الجمهور كله ما صدق الحاصل، فريق غالب 3 وماشي على الرابع في زمن بسيط ياخد 12 كان حدث، ولكنه كان إثباتاً لسوء إدارتنا وضعف إرادتنا. فرطنا في نصر على الدولار مضمون. انتهى الشوط الأول 12-3 لصالح الدولار. والغريبة بعد طردنا المدرب الأجنبي كان على دكتنا الفنية 3 عساكر و3 عبايات وملافح، كلهم ما قدروا يحافظوا على انتصار الجنيه على الدولار. في مرة من ذات المرارات خجلنا، قمنا دخلنا لاعب مزور اسمه الدينار. الدينار ده لا بيحس لا بشعر، لكن بيشغل الناس عن النتيجة الحقيقية للمباراة وبيلهيهم من الهزيمة الشنيعة للجنيه. ما قدر الدينار يعمل شيء، قاموا دخلوا الجنيه تاني، ومعاه دخلوا جنود لم تروها انتو. بقى أي جنيه في الملعب معاه 999 جنيه تاني ما ظاهرين، يعني 1000 جنيه جوا فنيل الجنيه واحد، يعني عندنا 11000 لاعب جوا الميدان. وبرضه استمرت هزيمة الجنيه من الدولار داخل الملعب. جماهيرنا يخس عليها، فيهم واحدين قلبوا بيجوا يشجعوا الدولار برخجلة، أكيد طبعا عندهم مصلحة في ذلك، ويواصل الجنيه الهزيمة. سارت الجماهير وطالبت بتغيير آخر للجهاز الفني. جبنا جهاز فني وطني، ما رجعنا للخبرات الأجنبية،
كل أجانب بيفهموا أحسن مننا والله بيلغفوا أكتر مننا. جهاز فني جديد فيه عساكر وبدل وجلاليب. أحدهم قال أسألوني عاد تاني من هزيمة الدولار، واضطرينا نحشر في فنيلة الجنيه الواحد 1,500,000 جنيه تاني، لأنه 1,000 جنيه جوا الفنيلة فشلت في الانتصار على الدولار، والمليون وخمسمية ألف جنيه داخل كل فنيلة جوا الملعب برضو مواصلة في الهزيمة ولم تستطيع هزيمة الدولار، أو على الأقل وقف سيل أهدافه داخل شباكنا. قنعت الجماهير وهتفت برا 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 برا، وأنصار الجهاز الفني على المدرجات هتفوا التحكيم فاشل التحكيم فاشل. هذا وقد عبر شيلن اليوغندي عن سروره بأن البرعة أوقعته في التمهيد أمام جنيهنا، وقال بالفم المليان لو ما جيت الميدان الجنيه السوداني ده بديه 6-0. يخديكم الكود وجع الجلفوض جلافيدكم دي توجعكم لما نغلبكم المشيئة. وكت ما بتعرفوا طاردين المدرب الأجنبي ليه؟ غايته الما بتعرف ما بدوها تغرف، والنتيجة 1,700,000. وفي كلامي معاكم ده بتكون زادت. أها قلتوا ليه الدولار عامل كم؟ وابقوا معانا ولسه.